وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر وعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع. مش الفاحشة الزنا، أمرت بالفاحشة الفضول ولا الأخلاق السيئة. ليس المراد بالفاحشة أن النبي يقول لهم إذا فعلت الزنا أنه يأتبها وتجلس عنده بعدها يقعد النبي راضي بالتهاثة، لأن هذا ديوث الذي يصبر على البر وهي زانية. فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فراش فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة والعاني الأسير. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا. أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن. أي لا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تتعنتوش. صارت الرجل يتعنت مرته ويدور لها أشياء الذي نقطة ضعف الذي يستطيع أن ينهارها لأجله.